نفسياتكم تعبانة ونفسكم يفتح على السوشيال ميديا يفوت على الفنانين وعلى المشاهير حتى ياخذ طاقة إيجابية. بس أني كفنانة لازم يكون عندي رسالة، وهاي الرسالة لازم تكون هادفة. أنا عندي ناس الحمد لله والشكر، ما أقولكم أني على متابعيني بالسناب شات كم أعدادهم، وعندي على الإنستغرام، وأكيد كثير من الفنانين يمكن عندهم بجدي وأكثر من عندي. الهدف من أنه أنت يكون عندك هيك متابعين مو بس حتى أني أروج لأغاني وأعمالي، هذا موضوع تحصيل حاصل إجباري لازم يصير، بس أني واجبي الإنساني يحكم علي أنه أني أحكي عن هاي المواضيع. واجبي الإنساني أنه أني لازم أذكر هاي المواضيع ولازم أسلط الضوء عليها. أني بشر، ما أقدر أتحمل، ما أقدر أتحمل أشوف أحد يتعرض للعنف وأظل أباوع وأسكت. ما أقدر، ما أقدر أشوف يومية في جرائم قتل وأظل ساكتة. أني أطالب، ما رح أطالب حكوماتنا العربية لأنه هذا شيء لا يخص، ما يخصني يعني، رح أطالب حكومتنا العراقية الشريفة أنه تأخذ قرار بمحاكمة أي رجل يعنف طفل أو امرأة لفظيا وجسديا. ممنوع، ما يصير، يعني ما يصير أنه أكو ناس تتعرض للعنف يوميا وتظل ساكتة لأنها خايفة. ترى أكو يوميا هسه وأنا قاعدة وياكم ننسولف، أنا متأكدة أكو نساء قاعدة تتعرض يوميا للعنف، وهسه قاعدة تتعرض وتقتل وتنضرب وتنهان وينغلط عليها وتظل ساكتة من الخوف. لازم يعني كافي صار أنه هو ينطلب أحد يحمينا، يحمي النساء، يحمي الأطفال سنين. كافي نريد فعل، نريد فعل. راح ننزل هاشتاج وراح ننساه بعد أسبوع قلت هذا الكلام، وفعلا وأني واحدة من الناس حنزل الهاشتاج وراح أحكي هسه على السناب وأسبوع راح أنسى، لأن هم ينسوك يطلعوك بقضية ثانية، يصير أحد ثاني أو يطببوك بسالفة ثانية فتنسى الموضوع وتروح قصة اللي انقتل أو اللي انقتلت أو اللي تعنف، وها هي ننسى الموضوع وتمشي الحياة. أحكي لكم أنا ليش اليوم طالعة أحكي وقلبي محروق وطالعة مثل ما أنا شكلي مخربط، ما قدرت صراحة أقعد أترسم وأرتب روحي حتى أطلع أحكي لكم، لأن الموضوع أكبر من إنه أكون طالعة بكامل أناقتي. اليوم اللي خلاني أحكي ما راح أحكي بالتفاصيل بالديتيلز. أكو طفل عمره أقل من 18 سنة، يعني بعد قاصر، يتيم الأب، عايش مع والدته وهو المعيل لوالدته. تم القبض عليه من جهة معينة، هذا الكلام طبعا بالعراق، وتم تعنيفه جسديا ولفظيا. يعني ما أعرف، ما أعرف شلون أشرح لكم المنظر. ما أقدر لا أشرح لكم المنظر ولا أشرح ولا أحكي لكم الألفاظ ولا أقدر أسوي أي شيء. أي نعم، الحكومة العراقية حاليا اتخذت قرار بحبس كل اللي طلعوا بهذا الفيديو. هم مصورين فيديو وهم يهينوا، تخيلوا خير الوقاحة، تخيلوا ما أعرف متعاطين، ما أعرف ما عندهم قلب، ما أعرف ما عندهم أخوة خوات أمهات، ما أعرف هم بشرف بدون شرف، ما أعرف هم حيوانات بشر، ما أعرف هم أي صنف ممكن نصنفهم، ما أعرف. أنا أعرف إنه في بعض من الناس رح تنتقدني إنه أنا أحكي بهذا الموضوع لأن هو يخص بلدي، لكن اعذروني، ببلدي أكو الزين وأكو الموزين، ببلدي أكو الصالح والطالح، ببلدي لازم
يحاكم السيء وعلنا حتى يكون أكو حتى تكون أكو عبرة. أرجو من حكومتنا العراقية الشريفة، أتمنى من رئيس الوزراء ياخذ قرار. أرجوك أرجوك أرجوك، أنا أتوسل إليك. أنا أعرف هذا الفيديو أنت شفته، وأعرف هذا الفيديو أكيد أثر بيك وأثر بهواية ناس. أرجو من عندك أنه تأخذ قرار وأنه يتحاكمون علنا، وأنه نشوف محاكمتهم. وأي شخص يهين طفل أو يهين امرأة أو يقتل أو يعنف، أرجو من حكومتنا العراقية أرجوكم تأخذون قرار، أرجوكم تشوفون المحاكمات، أرجوكم تخلون أكو عبرة حتى هذا الشيء لا يتكرر. عيب شعب مثقف، شعب متعلم، تاريخه عظيم. صعب وما يهون علي ولا على ما يهون علي انه يعني مقهورة والله العظيم، كلش فوق ما تتخيلون، ومخذولة، حاسة بخذلان. يعني أتمنى إنه هالمرة وهذا الفيديو يكون درس، فيديو الطفل يكون درس لكل شخص ما عنده أخلاق، ولكل شخص ما عنده قلب، ولكل شخص متحامي بالجهات الحكومية، ومتحامي برتبته، ومتحامي بقرايبه، ومتحامي بالواسطات. أتمنى هذا الفيديو يكون درس، وأتمنى حكومتنا العراقية هي